الوقت. اول حاجه ايه راي حضرتك في ترشح باشمهندس الاعلامي احمد هاني زاده لنادي انتخابات نادي الزمالك؟ والله ده قراره هو طبعا، هو انسان راشد، انت عارف الجيل بتاعكم ده ما شاء الله سابقنا احنا بمئات السنين. مش عايز اقول لك حاجه، احمد طول عمره في نادي الزمالك، يعني انا فاكر لما عملنا الفرقه الذهبي 2001 2005 اللي خدت الدوري 3 مرات والتالت على العالم وما اعرفش ايه، كان كل اللعيبه الجيل ده كانوا بيمضي عنده في البيت، فكان احمد قاعد معاهم ليل نهار، شرب حب الزمالك، وشرب ازاي عبد الواحد السيد ومدحت عبد الله كل الشله دي. فاحمد مش غريب عن النادي، وانا دايما بقول يا جماعه اللي تحت السن بالذات لازم يبقوا من ولاد النادي عشان يبقوا دريانين وفاهمين، وكلهم بيبقى معاهم قاعده شبابيه من اللي زي سنهم، بحيث لما بينزل في مجلس الاداره ما بيتعبش. طيب شايف الازمات اللي بتطلع في نادي الزمالك، رايك ايه في الازمات حقيقه؟ هتتحل، ما لازم هتتحل، انت معاك 50 60 مليون زملكاوي هتتحل. احنا في 2013 مسكنا مجلس معين مع الدكتور كمال درويش، كان الناجي عليه 360 مليون جنيه. طيب بسعر 2013 يعني برضه 1.5 مليار زي النهارده. ايه اللي حصل؟ قدرنا بعديها بشهر خدنا كاس مصر ووقفنا على رجلينا وكله. انا فاكر كويس قوي ان كانت الكراسي بتاعت الناجي كانت خرزان، فكنا جايبين واحد يصلح الكراسي، كلها كانت مسامير، فكان بياخد 12 جنيه على الكرسي، يجي اخر اليوم يقول لك انا صلحت 100 كرسي صلحت 200 كرسي عشان نجمع من بعضنا فلوس كمجلس. كنت انا وايمن يونس واحمد مرتضى ودكتور كمال طبعا ومصطفى عبد الخالق، كنا شله ما شاء الله يعني، ومحمد ابراهيم مدير البنك، فكنا بنجمع الفلوس والله ونديها على حسب. بس احنا ليه؟ لان احنا كلنا اتولدنا في نادي الزمالك. احنا خدنا شهرتنا من مين؟ خدناها من المكان ده. اخر سؤالين يا فندم، ايه رايك في تدفع كام؟ طيب اللي حضرتك تمر بيه حضرتك، ايه رايك حضرتك في حاله الحب بين اللي هو احمد سليمان وحسين لبيب في تصريحات امبارح؟ المهم على الارض الميدان، سيبك مع احترامي طبعا وشيء جميل وكل حاجه، بس المهم على ارض الميدان ايه اللي هيحصل؟ اخر حاجه رسالتك لجمهور الزمالك والاعضاء، انتخبوا الاصلح وبلاش الانتخابات اللي هي كده همايونا، يعني اخش احنا لا 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 انتخبوا. وانا توقعاتي الشخصيه ان المجلس ده هيبقى ائتلافي وما فيهوش مشاكل. شكرا جدا وشرفتنا على الوقت.